السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب.com. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. شركة بيوما تفاجئ الجامعة الملكية وترفض تصميم قميص جديد للمنتخب المغربي. حسمت الشركة الألمانية للألبسة والمعدات الرياضية بيوما الجدل حول القميص الذي سيلعب به المنتخب الوطني المغربي في نهائية كأس أمم إفريقيا بالكاميرون التي ستجرى خلال الفترة الممتدة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، حيث أكدت شركة بيوما بأنها لن تصمم أي قميص جديد لأسود الأطلس من أجل المشاركة في الكان بالكاميرون، بل سيرتدون نفس القميص الذي تم تصميمه الكان سنة 2019 بمصر، مشيرة إلى أنها ستكشف الصيف القادم عن القميص الجديد للمنتخب المغربي، أي قبل انطلاق نهائية كأس العالم قطر 2022، وذلك سواء تأهل المغرب للمونديال أم لم يتأهل. ويشار إلى أن شركة بيوما ترعى 4 منتخبات في كأس أمم إفريقيا، ويتعلق الأمر بكل من المغرب ومصر والساحل العاج وغانا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.